في الراية في هذه اللحظات فتحت البوابات متابعين الكرام أينما كنتم لمفتوح الدراجات عمر 3 سنوات على مسافة 1600 متر تكافؤ من 0 إلى 60. هنا الاندفاعات تأتي من الخارج الآن لصريحنية التي تحاول أن تتقدم. هنا طالب الله يأخذ زمام المبادرة والمركز الأول فيما المحاولات التي تأتي لبيونغ من الداخل الآن ومحاولات التقدم بكل قوة المطاردة التي تأتي لصريحنية وكذلك المحاولات التي تأتي لإمضائي أيضا للتقدم في هذا الشوط. تشاهد كذلك يودك يحاول أن يتقدم. هنا أيضا تجر التي تحاول أن تتقدم الآن في هذه اللحظات وتأخذ مركز متقدم. هناك أيضا تالنت تحاول كذلك في هذه اللحظة التقدم ولازالت الصدارة لبيونغ المركز الأول. المطاردة تأتي لطالب الله في المركز الثاني في محاولة أيضا التقدم في هذه اللحظات مع المطاردة التي تأتي لصريحنية من الخارج الآن مع رايد الفيروز مع الاقتراب من المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات. المحاولات تأتي لتجر في المرتبة الرابعة في هذه اللحظة والمرتبة الأولى لازالت لرقم 6 بيونغ وكذلك المطاردة التي تأتي هنا أيضا لطالب الله وكذلك المحاولات هناك أيضا لصريحنية التي تأتي وتحاول كذلك الدخول فيما الصدارة لبيونغ. بيونغ حاول أن يتقدم ويحافظ على الصدارة مع أصيل السرحاني. مشاهدين متابعين الكرام بيونغ لاستبل شموخ العز يحافظ على الصدارة ما شاء الله تبارك الله في هذه اللحظات رغم الدخول الذي يحاول الآن البقية في هذه اللحظة الدخول إلى المركز الأول ولكن بيونغ بكل قوة